صباح الفل عليك يا جدعان، النهارده حلقة كبيرة قوي النهارده، واستنوا مفاجأة جامدة جدا جدا جدا، حاجة موت. يلا نبدأ يا جدعان. حلو حلو كده، خلصنا الايه؟ التورتيه. عايزين ايه؟ المايو. تمام كده يا شباب، اديني بقى ايه يا برو؟ الفص. أرانب أوي، إيه؟ أرانب أوي. حلو كده. تاني حاجة يا جدعان هنحطها النهاردة في الإنجريدينتس بتاع الساندوتش بتاعنا الكبير العملاق ده، التركي. دي حاجة إكسكلوزيف. ليه؟ عشان كي إف سي معملهاش. في إيه؟ في التويستر بتاعه. شايفين التركي يا جدعان؟ احنا النهاردة هنعمل اكبر تويستر في العالم وبإنجريدينتس جديدة بتركي. الله اكبر يا جدعان، التركي ايه؟ تركي. خلصنا التركي، خش بقى على اهم حاجة في وجبة النهاردة، واللي هي الفراخ يا ولاد. يلا بقى، عشان دي اهم حاجه معانا ايه النهارده كده. خش عليا بقى ايه الفراخ كده، ايه تتحط على التركي الجميل. الساندوتش يقفل في الاخر، اتمنى الساندوتش يقفل في الاخر. معانا النهارده 3 كيلو فراخ، 3 كيلو فراخ غير الخس والتركي والعيش. يعمل كام باوند الساندوتش ده برو؟ 9 باوند؟ لا يا عم، اكتر. يعمل أكتر من 9 باوند. هو الباوند كم كيلو؟ الساندوتش الله أكبر هيتفجر فراخ. والله تفجير. خد بس حتة. كده خلصنا ايه الفراخ. زي ما انتوا شايفين المنظر الجميل ده، هيبقى فراخ بس كده؟ لا طبعا، هنحط جبنة. رايح ظهرك، رايح ظهرك. خلص بس رايح ظهرك عشان لسه الجبنة هفكها يا عم. عادي ماشي. انا بقى ايه الجبنة؟ قلت لك بقى يا حضرتك ملهاش علاقة. قول معانا دلوقتي الجبنة كام؟ دلوقتي معانا الجبنة اللي هتبقى ايه مغرقة الساندوتش من فوق يا جدعان، عشان ايه التويستر بتاعنا يكمل. كل ده بقى هيبقى تريم اول ما تخلص الجبنة. ماشي
بقول لك ايه، اعمل لقطه دلوقتي، كمل اللي انت بتعمله، ما تفرجش اي حاجه، اعمل لقطه نقول بس عشان لو اي تعب. فهعمل سحر يا جماعه عشان اخلص الكاميرا كلها دلوقتي يا جماعه، عشان لو اي تعب انا هعمل سحر دلوقتي عشان نخلص الليله دي كلها. دلوقتي يا جدعان خلصنا التويستر، ومش فاضل غير حاجه واحده بس، ان احنا نلف. ربنا يسهل وان شاء الله الموضوع ده يظبط. ولو اي هيجي جنبي دلوقتي ايه الف، نشوف القصه دي ايه. يا رب صل على رسول الله. تويستر في العالم، يلا بينا يا جدعان. ايه هنسخنه دلوقتي، نديله لسعه خفيفه كده ونرجع ناكل. وبركاته، اهلا بيكم معانا في The Starving Homies. معاكم لؤي متواضع وعمرو ابو زيد AKA The Big Homie. تشالنج النهارده يا جماعه حاجه جديده، زي ما انتم شفتوا في الانترو، اكبر تويستر في العالم. وزي ما انتم شفتوا النهارده قررنا ان احنا نعمل حاجه جديده، حاجه ما اتعملتش قبل كده. دور عليها في اي مكان، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، صدقني مش هتلاقيها. النهارده معانا اكبر تويستر في العالم يا جدعان. عارفين يعني ايه اكبر تويستر في العالم يا جدعان؟ هيخلص يا عمور، هيخلص يا برو، قول لهم هتشوفوا. ويا جماعه لو انتوا عايزين تعرفوا حجمه الحقيقي، ممكن عشان هو في الكاميرا فانتوا مش فاهمين الفكره بالظبط، ده مقاس اكبر تويستر في العالم، جنب ولاعه دي جيب، جنب ريموت التكييف، جنب ايفون 6 اس بلس. يا برو ايه الشغل ده يا برو؟ هنقعد نقارن ولا ايه؟ تعالى يا باشا، معانا ايه؟ معانا احلى متر. ماشي، هو بالسانشي، بالسانشي، بالسانشي. افرد كده يا باشا، افرد. انا كده جايب اخر، استنى كده بس عشان نوريهم برضو ايه احنا وقفنا فين. تمام، وانا كده جايب اخر. ماشي، 87 سنتي يا جدعان. الليله مش هزار، الليله ضرب نار. وما تنسوش يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنت سكشن تحت انتوا عايزين تشوفوا ايه تشالنجز الابيسودز الجايين. وما تنسوش يا جماعه في الفيديو ده تدونا ثامز اب وسبسكرايب وشير الفيديو ده في كل مكان. بقول لك ايه، ايه جهز للمتر ده ولا التويستر الكبير ده؟ جاهز يا برو. طب ودي يا برو. طب بقى يا جدعان ايه، طب بقى ايه اسمة العدل؟ ايه دي اسمة العدل؟ بسم الله صلي على رسول الله. اوبا، بس حط كده عندك كده. اوبا يا جدعان، يعني اوبا بجد. والسندوتش ايه بيلز مننا كده كده. صل على النبي. يا لهوي، اكبر تويستر يا جدعان. أنا مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف اكله ازاي الصراحه. بس بص بقى، السكينه فين كده يا بروز؟ اديني بقى السكينة كده على الهادي يا جدعان بقى، عشان ايه؟ عشان الموضوع فلت خالص. بس فهمنا فلت ليه؟ فلما نيجي نعمل قدام حاجة، دي أول تجربة لينا في الحاجات الايه؟ العملاقة دي. تمام؟ ادي بقى، ادي جامد، ادي. يا لهوي، شايف انا مؤدب وبكر ازاي؟ والله ما شايف. انا النهارده صلصه جبنه. اوبا، ايه هو ايه؟ طب بذمتك يا برو، يعني بص، اقسم بالله العظيم اجمل تويستر نفسه. تويستر يا جماعه ده اصلا حاجه قد كده،
كي اف سي. احنا بنتحدى كي اف سي. احنا النهارده حاطين تركي اصلا في البوستر. اختراع جديد. ايه رايك فيه؟ معلم يلا بقى عشان ايه. نعم متخيلين حجم عامل ازاي. والله العظيم ماسك سلاح. الواحد لما بيعمل حاجة بإيده وبيصعب فيها بيحس إن ليها إيه طعم ثاني. والله العظيم عايز ايه بالسكينة؟ لا ما عايز اغمز بالسكينة. اديها ما ترحمهوش. كنتاكي بنعرض عليكم حاجة زي كده بجد. السندوتشات زي دي ممكن ترضي ناس كتير. انا تعبت بس انا ما تعبتش من الاكل. انا تعبت من مسكته. من مسكته بقى مش عارف اكل. خش عليا خش. لك قد ايه يا اكتر من موت التكييف بشويه. بنبتدي بقى نيجي على نفسنا بجد. اه والله خلاص الواحد بيبقى ايه مش قادر حرفيا مش بس احنا قطعنا شوط كتير. انا دلوقتي فاضل لي الايفون. يعني هو انا فاضل لي ده يعني هو مش ده هو ايفون. عشان فراخ الكريسبي عندها لي مشكلة في سناني وانا عندي جيب اصلا. اخ بس مفضلش كتير يعني. مفضل لي سندويتش تويستر طبيعي او لا طبعا. مفضل ثلاثة من الطبيعي. ايفون انا دي اخر ألومة. بس انا مبسوط حقيقي مبسوط. ولو لقيتوا اي حد انا الحوار ده عملوا لنا تاج واحنا بنقول لكم اعملوا بقى الفيديوهات بتاعتنا يقلدونا بقى شويه. هننضف الدنيا دي ونرجع لكم. سنعود بعد قليل. ورجعنا لكم تاني يا جماعه. استنوا عشان دي بتاعت عمرو. ورجعنا لكم تاني يا جماعة. وزي ما انتوا شفتوا التويستر النهاردة كان عامل ازاي. حاجة ضخمة حاجة كبيرة. حطينا انجريدينت جديد. حطينا التركي
السندوتش كان بعرض الترابيزة يا جدعان، وكمية فراخ 3 كيلو فراخ، والدنيا جميلة وكل حاجة كانت زي على العموم. على العموم بس عشان ايه الناس اللي بتشوفنا بنقلد وبتقول لنا انتوا بتعملوا وانتوا بتسووا، ورونا حاجة حد عملها زينا كده برو. ايه لو عجبتكم الفكرة دي كمان قولولنا، وقولولنا انتوا عايزين ايه تاني، يعني حابين ان احنا نعمل حاجة جديدة تاني زي التويستر، ادونا افكار، ادونا حاجات جديدة نعملها، احنا مستعدين نعمل اي حاجة. وممكن نعمل بوريتو، ممكن نعمل بوريتو، او ممكن نشوف الدنيا تمشي ازاي. قولولنا. على العموم يا جماعة ما تنسوش في اخر الحلقة دي اللي هو دلوقتي حالا في الفيديو ده تدونا thumbs up وسبسكرايب وشير الفيديو ده في كل مكان. السلام عليكم.